صراع مدربين. عجبني عنوالي اخبار الرياضة في مصر، اقول ابن الدار يبدأ بمشوار النار لمحمود سعد في مواجهة جوزي البرتغالي. اذا المباراة تبدأ، اللقاء رقم 128 في تاريخ مصر بين الاهلي والزمالك في الهول كومبيتيشن. 49 انتصار للاهلي، 37 فوز للزمالك. اليوم الاهلي يلعب على الشمعة الخمسين ضد غريمه الازلي فيها للقلعة الحمراء. الزمالك يلعب بدون مركبات، ومن العادي ان يلعب بدون مركبات، ومن الطبيعي ان يلعب بدون نقص، لانه الزمالك عمرو زكي جميلة، زكي ملعوبة، هي يا يوسف يا حمدي، كورة اوت للفريق الزملكاوي. كورة 1-0 من يوسف حمدي، شوف الكورة، شوف عامر زكي، ما فيش رقابة، ما فيش متابعة، هذه لو كانت بصراحة بعيد، لكن لذلك كتب التواريخ لهيمة وحسامة وحجازي، والصعبة جدا على الدفاع الأبيض، خطيرة، ما زالت عند فلافيو، يمشي لانجولي، هداف الدوري، بوتريكا يوزع صعبة وبرافو، يخرج العملاق في تعملق اللحظة، عبد الواحد السيد. شوف الكورة الأخيرة من بوتريكا ملعوبة للفريق الأهلاوي، أول كورة ممتازة في التحضير، ممكن نقصنا اليوم إلا حازم إمام، حازومة إمام الموهوبين، خطيرة جدا، بينالتي، ركلة جزاء ضد أحمد صديق، بينالتي ضد أحمد صديق، فرصة كبرى للزمالك في 12 دقيقة، بطلق الكبير يمرض ولكن لا يموت، 12 دقيقة لعب، الزمالك ممكن في فرصة كبيرة، أحمد صديق يرتكب هفوة كبيرة أمام أحمد السيد الفرايحة، هنا الزمالك عنده فرصة 1-0. هذه اللقطة الأخيرة، هذه اللقطة الأخيرة، الاندفاع من أحمد صديق، الكونتاكت، الكورة المشتركة، الحكم يقول فاول. عامر زكي والحضري، يمشي عامر زكي يتقدم، والحضري يبدع، والحضري مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، لهذا أنت نمبر وان، لهذا أنت خلقت الكبار، شوف ولا يموت، لكن الأسد، لكن الوحش، لكن الكوبرا المصرية الجديدة يتصدى ويوقف حلم الأبيض يا كبير. الحضري يحضر في أهم لقطة ويقول أنا نمبر وان في فريق الآن. تمشي كورة الصديق، بارسا وفلافيو، وفلافيو يلعب، والأهلي يسجل، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن، بوتريكا، بوتريكا، بوتريكا كاد يتعادل مع الكبار، توتو على الحمول في 7 أهداف. الاهلي يقول الزرق دفع كاش يا زمالك، انت تضيع الركله وانا اسجل، كانت في الجول، فلافيو يمر، فلافيو يراوغ، فلافيو سدد، بوتريكا هو الحارس العمر، ما يخرجش من المباراه. تمشي كوره بوتريكا ملعوبه بالراس، فلافيو كوره للاوت، ضربه المرمى للفريق الابيض. الزمالك 29 نقطه من 9 انتصارات، تعادلين اكثر، ثم هو اقوى هجوم وافضل دفاع، وعنده اول هدف في الدوري، احمد حسن من غزل المحله يشترك معها فلافيو متعب، وينطلق متعب الخطير، يلعب متعب في كوره صعبه، تمشي البوتريكا، يهرب الاهلاوي، بوتريكا، بوتريكا يهدد كوره، وتسديده بعيده من فلافيو، ثالوث الرعب، مثلث الارهاب، هذا هو مثلث برمودا بين ظفرين، هذا هو اللي فيه الخفايا والاسرار وكامل الالغاز، مثلث برمودا في مصر هو بوتريكا متعب فلافيو. القدسية التاريخية عام 2002 في الدوري العام، ينطلق يعني الهجوم، عمرو زكي يحاول يسدد كورة خفيفة وبدون خطورة سهلة عند عصام الحضري، 1-0، خطيرة الكورة القادمة، نعرف خطورة الأهلي وقدرته على الكرة الثابتة، خاصة لما تقترن بقدم من اليمنى لبوتريكا، بوتريكا يلعب صعب، يخرج عبد الواحد، السيد يتألق في هذه الأمسية في أول أيام عيد الإفطار. ينطلق الهجوم في وسط الميدان، الزمالك يلعب على مرتده، كوره تمشي خطيره، فرصه اخرى وتسديده، والحارس الحضري كان خطا كبير من دفاعات الاحمر، مره منها ابو العلا، وكاد محمد ابو العلا يخطف الهدف، يلعب بروح كبيره، والمباراه لن تكون سهله لا لهذا او ذاك، طبعا لانه في عرف كره القدم الفريق الافضل في هذه الفتره هو النادي الاهلي، فريق يخشى السيناريو قبول هدف. ترجع الكوره، محاولة ممتازة، بوتريكا يوزع كورة لعماد متعب، كورة تطول على العمدة وتضيع في الستة بتار الاوت عند الحارس عبد الواحد السيد. على مستوى لقاءات الفريقين في الدوري الأول أيضا في تفوق للنادي الأهلي. النادي الأهلي فاز 16 مباراة للنادي الأهلي. نعم الخطأ كان خارج منطقة الجزاء. إذا نتابع هذه الكورة القادمة، وابراهيم سعيد في لقطة الكبرى
وبالتالي كان دائما يسول ويجول ضد الكبار. بوتريكا يمشي خطيرة والهدف الأول، والهدف الأول من فلافيو. هابي بيرثدي أنغولي، هابي بيرثدي ابن بيترو أتلتيكو لواندي الأنغولي. 1-0 للنادي الأهلي. قلت لك الكورة سانحة، قلت لك الكورة قريبة، وتحدثت عن سعد وتحدثت عن الثعلب، يركز برشا في مباريات القمة. 1-0 للأهلي. الهدف 119 للأهلي في مرمى الزمالك، تاريخيا في الدوري العام بتوقيع فلافيو وبقدم بوتريكا. مش ممكن، بوتريكا على كل الكرات، بوتريكا على كل الألعاب، بوتريكا في كل الألقاب. شوف وتفرج وتمتع واستمتع وتعلم وتكلم. آه يا معلم فلافيو. 1-0 للنادي الأهلي. شوف الكورة من بوتريكا ما غير رقابة يا هيما، ويضربها لانجولي. فلافيو في الجول. 1-0 زمالك. إذا تتغير المعادلة، تتغير الأوس، لأنه عربي مصري لا تمنح له الأوسمة يا بلاتر. تمشي كرة خطيرة وفرصة المتعب، والثاني لا، عماد متعب كاد يرهق أكثر الزملكاوي. مع احترامي لهم، مع حبي لهم، مع امتناني واعترافي لهم، مش ممكن مدرب عربي يصبر على فلافيو عام. وفلافيو رايع بوتريكا، والثاني يضيع للنادي الأهلي، يضيع على بوتريكا. فرصة 2-0، الزمالك يقف، هوري ميشيل يتفرج ويحذر فيما هو قادم من استحقاقات. شوف الكورة، شوف الثاني، شوف فلافيو ماذا يصنع، شوف فلافيو ماذا يفعل. شوف تمشي كورة مرة ثانية للنادي الأهلي، إصابات عضلية وكورة ممتازة ومتعب جميلة، يركن كورة غريبة جدا من النادي الأهلي، جميلة ملعوبة ملعوبة ملعوبة. وجوزيه يقول له امشي، يقول له تقدم انت راس راس. وبالفعل هي يا معلم، هي يا مانويل، هي يا كوتش. بعد هيدو كوتي هذا أكبر كوتش في تاريخ النادي الأهلي. شوف الكورة ممتازة، يقول له تقدم، يقول له لا لا تلعب على الجمال، لا تلعب على الدلال، امشي وتقدم وسجل الثاني بكامل الراحة والاطمئنان. شوف الكرة في الوسط، يمشي من وين قباني، الحكم يقول ما فيش فاول، وكونتر اتاك خطير جدا، 3-3، ومتعب يهرب، متعب ينتظر، بوتريكا وحده، يا الله بوتريكا، برافو 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 يا يامن يا بن زكري، لكن مسات الصعوبة، مسات الخطورة، والثاني والثاني الثاني فلافيو، الثنائية الأهلاوية، مش ممكن مش ممكن مش ممكن، مع الأهلي مش ممكن، وتقدر تغمض عينيك. مش ممكن، هدف ولا بالأحلام، هدف مش ممكن تشوفه ولا بالأفلام، هدف على طريقة زيدان. 2-0 بالرأس، 2-0 بالرأس، فلافيو ولعها، فلافيو ممكن خلصها. آه يا محمود، آه يا سعد، في هذا اللقاء في هذا الديربي يصعد الملايين من الأهلوية ويتعب كثير من ملايين العشاق للزمالكاوية. يا من أنقذ الأولى، لكن الثانية مش ممكن، بيمناه على رأس فلافيو، والعريس هو الأنغولي، العريس يزف من القاهرة إلى الواندا. فلافيو في الشبكة، 2 الأهلي 0 نادي الزمالك. نعم ممكن الكلام الآن يتغير، ممكن مناوشات الجماهير فيها كثير من الكلام، فيها برشا حديث يا جوزيه، لكن تمشي كورة مرة ثانية ملعوبة من يوسف حمدي. الكنترول أول شيء، عامر زكي يعمل كنترول، يبعد في غياب إسلام الشاطر، ينطلق ممتاز، وكورة أكثر امتياز من حضري. هنا الشوط، هنا الشوط، هنا الحوصلة، هنا الملخص، بدون فلسفة فاضية، بدون كلام فارغ. النجاعة كانت للأحمر وتاهت وتمنعت عن الأبيض. مش ممكن، الأحمر عنده عصام الحضري، يؤكد أنه وحش إفريقيا، يؤكد أنه عبد الغني. يلعب كرة طويلة، الأهلي دفاعه مشكلة أيضا اليوم، لم ينجح كالعادة، وعامر زكي يسدد والحضري يحضر. الحضري يقول لدفاعه لا، مش ممكن أكثر من مرة ينسل هذا النجم، مش ممكن أكثر من مرة يهرب هذا العملاق. شوف التسديدة، طبعا في عذر كبير، وائل جمعة خرج من التشكيلة في أرض المباراة في ملعب القاهرة، لكن لتذليل الفارق. تمشي كرة واقعية كبيرة اليوم للنادي الأهلي، فريق كبير. والثالث ممكن، متعب الخطير، متعب خطيرة، وبرافو برافو يا وائل يا قباني، برافو يا أباني على لغة المصريين،
مش ممكن مش ممكن مش ممكن. شوارع الزمالك اليوم، شوارع ميت عقبة اليوم، الاهلي يقترب من الثالث. لولاك يا قدم يا رجل يا والي يا قبه. كره في وسط الميدان في التماس، الاوت للزمالك. الحكم في هذه اللحظه يطلق الصافره بعد 4 دقائق من الوقت الضايع البديل. الاهلي يتقدم ب2 من فلافيو النجم. وعشرين في الاول كومبيتيشن بمختلف الاستحقاقات. الاهلي يلعب على المكسب الـ50 في كل اللقاءات، ويلعب للثالث في هذا اللقاء. صعبة جدا من متعب، متعب مرهق، متعب الحراس. يلعب كورة في وسط الدفاع خطيرة، بوتريكا يلف ويدور، دفاعات الزمالك ومشاكله تتواصل. متعب يضغط وعاشور يسدد، ولكن حسام لم يحسم الموقف هذه المرة للبيت الاحمر. اذا الكورة في كل مكان، الاهلي هو السيد هذا الزمان بالارقام بالاحصائيات. وهي الايام تلك، يوم لك ويوم عليك، يوم ليك ويوم عليك، على نغمة مشجع الاهلي في ساحة صالح سليم. الاسم التاريخي والرمز لفريق الاهلي يحتفلوا بالثالث، لا يحتفلوا بالمئوية. وبوتريكا لن يلتحق اهنيا لا بعلى الحمولي ولا بتوتو. تمشي كرة طويلة من عبد الواحد السيد، كم ابدع فاقنع ليمتع وامتع اليوم هذا الحارس. لولا عبد الواحد السيد ممكن السكور يكون اكبر، لانه الاهلي توفيق غير عادي اليوم في كل الكرات. وشوف سهل المأمورية دفاع الزمالك اللي حقيقة هفوات في المراقبة، يؤكد انه الزمالك اذا اصيب بالعطس تصاب كل مصر بالزكام. وكرة خطيرة، وبالفعل هدف، وبالفعل هدف 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 هدف. الزمالك يسجل، الزمالك يدون، الزمالك يذلل عن طريق أسامة حسن. أسامة حسن مصطفى يقول الكبير يمرض ولا يموت. الزمالك يسجل هدفين لهدف في 10 دقائق لعب من الشوط الثاني، ومحمود سعد يرجع له الأمل في هدف من لاعب سابق في نادي انبي، يمر على طريقة بوتريكا، يتعلم بعد إذنكم من بوتريكا في مونديال اليابان ويسجل الأهداف. البداية الزملكاوية في الشوط الأول، والهدف كان أهلاوي للافتتاح، والشوط الثاني تنقلب الآية. الأفضلية بوضوح للأهلي، الخطورة للأحمر، ومن أول فرصة يدون الأبيض على فيزا العبور على بألوان الأبيض بعدما كان ملون مصبوغ بالأحمر. ينطلق الهجوم، بوتريكا يلعب لمتعب خطير، متعب يهرب، متعب للثالث، مش ممكن. عماد يرجع في كورة خطيرة تخرج الركنية، هي الأقرب يا متعب، هي الأفضل يا عماد، هي الكورة الأحلى يا عمدة، هي للثالث يا أهلي، هي للنهاية يا أهلاوي. شوف الكورة، شوف الراسية، شوف العملاق اليوم عبد الواحد السيد، سيد منطقة الجزاء. متعب سيد الهدافين يفشل في المكان السليم، والاهلي يبقى متقدم باثنين، اثنين الاهلي وما يسر الاهلي. من شديد ناوي يلعب لفلافيو، فلافيو يمر ممتاز جدا، مش ممكن، اختفى الاضواء اليوم فلافيو، وفلافيو يلعب جميله، والثالث خطيره من متعب. الاهلي نقول يضيع في فرص الاتمنان، بوتريكا يضيع اكثر من كوره، والدفاع من صديق لاعب الوسط، يبدا الهجوم عن طريق صديق ثاني احمد، واحمد يمر جميل جدا، احمد صديق رائع اليوم، ينطلق صديق وكوره لفلافيو، والدفاع يتصدى، والكوره تلعب مره ثانيه للفريق الاهلاوي. مره اخرى الفريق الاحمر في وسط الملعب، ترجع من نادي الزمالك، صراع كبير على كل كرة، صراع كبير في كل لحظة، وفلافيو يلعب، وبوتريكا يمر، وبوتريكا يسدد، مش ممكن، مش ممكن، مش ممكن. يا بوتريكا، بدعوات المحبين والملايين لهذا الصرح الكبير. ينطلق الاهلي من بوتريكا، يلعب بوتريكا والاوت والركنية، ضربة الزاوية مرت بسلام، مرت بسلام على نادي الزمالك. يبقى الاهلي 2، الزمالك 1، والدقيقة هي 29 في الشوط الثاني. كان بطل افريقي مع الزمالك وبطل افريقي مع الاهلي، وهو انجاز حقه جمال عبد الحميد فقط، وحسام حسن بين ظفرين في الفريقين. فلافيو يلعب كره جميله وكره خطيره، والحكم ماذا يقول؟ لا لا، لم يصفرها. اصرار كبير من بوتريكا على المرور، يتمنى من المخرج انه يرجع، وبالفعل برافو عليه، يرجع الكره. شوف المسك، شوف الاعاقه، يعني فيها شويه، فيها شويه على الاقل، لم يكن الكثير، ففيها شويه. تمشي كره طويله، ملعبه بالراس احمد السيد، عودة صعبة بعد سنة من الغياب
طبعا ناقص كومبيتيشن، بينما تسديده ومش ممكن يا حضري، مش ممكن. وسام يعود له الكوره، عاودها له يا حسن، لكن الحضري يقول له لا، لن ألدغ من الجحري مرتين. برافو يا حضري، برافو يا اسامه. تمشي كوره مره ثانيه، الزمالك يرجع له الامل، الزمالك يضغط. من اكثر المباريات اللي تعب فيها الاهلي في الديربي في الفتره الاخيره، وما زال اصرار، ما زالت الخطوره، والدفاع يتصدى. كوره اخرى فيها كثير من عناوين الاثاره. عمرو زكي على فكره لم ينظر الحكم، لم يطلب ولا شيء، وبالتالي نقول تدخل الاهلي السليم على اساس عيون عمرو زكي. شوف اللقطه، شوف الفرصه، شوف التسديده، شوف الكوره من الحضري. روعه 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 المباراه، رائع الزمالك، عوده الابن الضال. هذا هو العنوان، الابن الذي هذا مصطفى جعفر صاحب سيناريو حرس الحدود، يلعب لعامر زكي، تمشي عرضيه ملعوبه، كوره طويله بالراس ومش ممكن. نعم الاهلي عنده اكبر حارس، نعم الاهلي عنده العملاق، نعم الاهلي عنده خليط من شوبير واكرامي وعادل هيكل والبطل عصام الحضري على طريقه الكبار جوردن بانكس. الكرة المصرية يصد كورة ويمنع التعادل والفرحة الزملكاوية، والثالث ممكن، اثنين على واحد، خلاص خلاص. بوتريكا، بوتريكا يلعب لفلافيو، مش ممكن يا بوليكا، مش ممكن يا نجمنا يا بوتريكا. خلى عمرو زكي فرصة التوتو ومش ممكن العملاق عصام الحضري، وفي ذات اللحظة، وفي ذات اللحظة ينهي الحكم المباراة بفرحة أهلاوية جديدة كانت صعبة.